أسعار الخضر والفواكه اللحوم اللحوم الحمراء والبيضاء وغيرها. كل ما يتعلق بالأسواق ستكون دورية اليوم. العينة من السوق الجواري لباب الزوار، تنضم معي على المباشر الزميلة سميرة أبو عبد الله من السوق الجواري لباب الزوار. صباح الخير سميرة، ورمضانك مبارك، كل عام وأنت بألف خير. صباح الخير زميلي دفا، صباح الخير مشاهدينا الكرام، رمضانكم كريم، ان شاء الله يعود علينا بالخير والبركات. زميلي دفا، نحن متواجدون الان في السوق الجواري لباب الزوار سوريكال بالعاصمه لرصد ومعرفه اقول اسعار الدجاج والتوفر هنا، وللحديث عن هذا الموضوع معنا سيد حمزه. صباح النور. كيفاش راهي اسعار الدجاج اليوم؟ الاسعار تاع الدجاج دوك في رمضان راهي مليحه شويه، قبل رمضان كانت طالعه شويه، بصح في رمضان دوك يغلقوا صحاب لي ريستور ومع الاخر تهبط شويه. بصح السبه تاع الدجاج باش غلى الماكله تاعه. الاسعار اسك طلعت؟ هبطت وما زالت تهبط. على حساب الخدمه، دوك كي تشوفي في يوم يجي تاع رمضان ما كاين والو. قبل رمضان صح كان الغاشي، كانت الخدمه، كان الناس تشري بشغل تشري بزياده كان كاع، بصح في يوم يجي تاع رمضان كي تشوفي ما كاين والو. تقدر تقول لنا اسعار دجاج شاهين؟ الدجاج اليوم راه 30,000. سكالوب 60,000، الشاورما 50,000، الكبده راهي 65,000. تسمى الاسعار راهي مليحه ماشي قال. ما عرفش انخفاض كبير. ماشي حاجة كبيرة بصح مازال يزيد يهبط. إلا قعد الخدمة يزيد يهبط. وشنها أسباب ارتفاع الأسعار في الأونة الماكلة؟ الماكلة تاعو، السبة تاعو باش طلع الماكلة، الفلاح ماشي ربي. وفيما يخص إقبال المواطنين، هل سجلتم إقبال كبير رغم ارتفاع الأسعار؟ دوك المواطن ما يعرفش، المواطن واش يقول لك؟ يقول لك تلاك تبيع غالي. المواطن ما يعرفش، المواطن يعرف يجي يشري يعرف يلقاه رخيص، يقول لك تلاك تبيع غالي، وانا على نبيع غالي، انا كيما يبيعوا لي نبيع، عندي بورسونتاج ندير. لكن هل سجلتوا اقبال كبير من عند المواطنين؟ بزاف بزاف، ماشي شويه، بزاف بزاف. وكل واحد وش يهضر، كل واحد وش يقول لك علاك تبيع غالي، وانا علاه، انا ما كاو علاه. دوك انت تروحي عند الفلاح من حقه ما يبيعلكش، يشري الماكله غاليه، الغدوه غالي، كلش غالي. هي دوكا السبه تاعو كاع في الماكله، لو كان تهبط الماكله يهبط الدجاج، الناس تربي. كان وزير التجاره قال منذ عده ايام باللي الدجاج راح يباع ب 250 دينار جزائري في شهر رمضان، هل هذا الكونجلي هذا اليوم يهضروا عليه؟ هما ما يقدرش، ماشي هو اللي ماشي هو يتحكم بالك في الكونجلي، هذا ما يقدرش يتحكم فيه هو. يعني امبوسيبل يتحكم فيه هو، باسكو هذا الكونجلي نقدر نقول لك باللي كي يدخل يبيعو كيما بغا هو، بصح هذا ما يقدرش يتحكم فيه هو. هذا كيما يقولوا يتحكم فيه البيع والشراء، الا يمشي يغلى، الا ما يمشيش يهبط. بصح الكونجلي كيما اليوم يهضروا عليه هما كيما بغاو يبيعوا. إيه الاسعار تاع الدجاج دوك باش نقول لك الا قعدت الخدمه هكذا يهبط. لي ريستورو غلقوا، كلش غلق دوكا ما كاش. وحنايا قبل رمضان خدمنا، حنا قبل رمضان خدمنا ماشي ما خدمناش، صح الناس كانت تشري وتشري. دوك في رمضان كي تشوفي برومي جور ما كاين والو. وفيما يخص توفر الدجاج، هل هو متوفر بكميه؟ دوك الدجاج ما كاش بزاف باش تقولي متوفر، يعني كيما نقولوا بالك مع الوقت يتوفر بالك. دوك الا راهم يربوا، دوك الا هبطت الماكله الفلاح يربي يكون متوفر ويكون ويرخص ويكون رخيص. بس الا قعدت الماكله كيما راهي هكذا الفلاح ما يخدمش، امبوسيبل يربي الفلاح هكذا. السبب الرئيسي تاع الدجاج باش طلع هي الماكله، الفلاح راه يعاني من الماكله، هذا واش كاين. دوك الا قعدت الخدمه هكذا حنا واش حنا في المارشي، نحكي لك حنا علينا، حنا الدجاج يمشي في المارشي برا الحوانت برا شويه قيس قيس. حنا هنا في المارشي دوك الا قعدت الخدمه هكذا لي ريستورو غالقين وفي الحانوت ما يمشيش الدجاج، يهبط الدجاج لازم يهبط، ماكش اللي يشريه. دوك راني نقول لك انا قبل رمضان خدمنا، صح كان الغاشي يشرو ربع دجاجات دجاجات، بصح هاي ليك صباح ربي اليوم صباح رمضان ما كاين والو، دجاجه ما تبيعيهاش يعني. هاكي تشوفي الناس عاطيني 20,000 اشي 20,000 لا غير 20,000 10,000 20,000، الدجاج ما كانش اللي يخزر فيه. الناس ماهمش يشرو الدجاج. الناس قضات، الناس قضات، ولي ريستورو غلقوا. تما الدجاج دوك يبلوكي.
هذه ما كاش راكي تشوف صباح بعنا 6 دجاجه دوك حنا رانا نبيعوا غير فامي المرحي فامي المرحي دائما سكالوب عفسه غير صوالح تفاتف صغار اي ولي ريستورو غلقوا تما الدجاج دوك ما كاش وين يمشي ها ماشي مانيش نقول لك انا لا كونتيتي خدمناها من قبل في رمضان انا نعرف سيرتو السمانه الاولى السمانه الاولى اللي يغلق خير حنا هنايا حنا هنايا في مارشي نهار الاولين تاع رمضان اللي يغلق خير تخدمي سمانه قبل رمضان بصح سمانه تاع رمضان تغلقي يا اخي باش يبدا الناس تقضي بشويه بالعقل شغل يروح بالعقل هذه بلا مزيه اختي إذا زميلي دفا هنا أجواء رمضانية بامتياز في أول يوم لهذا الشهر الفضيل لاحظنا أيضا إقبال كبير في صبيحة اليوم منذ الساعات الأولى لهذا الصباح والمواطنون يأتون يتوافدون أقول منذ الصباح لهذا السوق إذا زميلي دفا كانت هذه كل